السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو بعض نباتات الزينة اللي تنعتني بها في السطح ديال المنزل ديالي. كيفاش مرتبها على شكل هرمي او متدرج، ودايرها في زاويتين من السطح، الزاوية الأولى وهذه الزاوية الثانية. هاد النباتات كما قلت دايرهم أو الحبوقة دايرهم على شكل متدرج، كاين طبقة أو طبقة أرضية ثم طبقة ثانية ثم ثالثة. الطبقة العليا دايرها مرفوعة بواسطة واحد جوج ديال الياجورات وخشبة، ثم الطبقة الثانية جوج الياجورات وحدة فوق وحدة من كلا الطرفين، وفوق منهم واحد الخشبة. وكل هذا كل مدرج إلا بغينا نقوله أو كل مستوى داير فيه مجموعة ديال الحبوقة. الحبوقة هما اللي تيقولوا لهم في الشرق الأصيص، والأصيص راها في الحقيقة هي اللي صحيحة، لأنها هي اللي باللغة العربية. احنا في المغرب تنقولوا محبق نظرا لتولعنا بنبات الحبق، تنحبوه وتنديروه في هذا الأصيص اللي تنسميوه محبق، تنديروه لأنه الرائحة الزكية ديالو، ولأنه تيطرد الحشرات وعنده فوائد في الحقيقة كثيرة. هاد الخشبات اللي هز عليهم هاد المحابق راهم في الحقيقة من نوع مقاوم للرطوبة، هما هادوك ديال الباليت اللي تيقولوا له الأورو. الوغ لاحظوا بأنه في كلا الركنين داير واحد الديكور ملائم للنباتات، ديكور في الحقيقة بسيط. هادي تقريبا ثلاثة سنوات باش درتو، ثلاثة سنوات هي، ومازال بالرغم من العوامل الطبيعية يعني المطار والشمس مازال في حالة جيدة. والسر في هذا هو أنه الحيط مهيئ، يعني حيدت له أولا الصباغة القديمة، وكما تنقولوا حنا بالدارجة بيكيتو، يعني درت فيه واحد العدد ديال الثقوب الصغيرة، ثم انه مصبوغ بخليط ديال السيما بيضاء والملون اللي تنصيبوا به الارضيات اللي تنديروا به لاموزيك، تنقولوا لاموزيك حنا في المغرب. وفي النهايه راه مصبوغ باللصاق ديال الكريفي، اللصاق ديال الجدران، ومانع للتسرب وتيحمي. الوغ واحد المساله واحده اخرى هو انه هاد الترتيب الهرمي سمح لي باش نخفي او نخبئ الاكياس اللي داير فيها التربه والسماد العضوي اللي تنخبيه هنايا. راه ما تيبانش نهائيا، حتى الى قربنا وهبطنا الكاميرا لتحت عاد تيبان، عاد تيبان، راهم تما باينين بعدا واحد جوج ديال الاكياس. بنفس الطريقه الركن الثاني حتى هو فيه نفس البناء الهرمي ونفس الديكور اللي درتو في الحيط هنايا. بعض النباتات عندي ما خاصها عنايه. في الحقيقة النباتات المشكل فيها هو أنها كائنات حية، تيخصها عناية باستمرار من ناحية التسميد، من ناحية المعالجة. فالآن راه عندي مشكل ديال المن في هاد الشجيرة، وعندي مشكل ديال النمل. والنباتات كما قلت تحتاجوا بالعناية مستمرة، خصوصا المسألة ديال الري ديالهم، واللي بزاف ديال الناس تيعانيو من المشكل ديال الري، يا إما ما تيعرفوش يرويو وتيعرفو غير طريقة الري بالغمر، أو ما تيعرفوش الوقت ديالو،
وهذا موضوع اللي تطرقوا ليه العديد من محبي الزراعة، ويمكننا نديروا واحد الملخص واحد النهار، واحد الفيديو نديروا ملخص لهاد المشاكل هذه. هذا الركن الأول اللي وريتكم هو الركن المجاور الورشة ديالي، هنايا واحد روبيني في السطح اللي الاستعمالات متعددة. المشكل ديال الزراعة في الأسطح تطرح مشكل ديال تسرب المياه للدار. هنايا راني درت هذه مدة واحد الصباغة مقاومة للتسرب، ولكن دابا راها بدات ضعفت وخصني في أقرب وقت نعاودها. نكتفي بهذا القدر، وإلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله. السلام عليكم.